السلام عليكم، أهلا بكم جديد في تحليل يوم الأربعاء الموافق ل 22 أبريل 2009. طبعا زي ما شفنا في الأيام في اليومين الأخيرين، اليوم وبالأمس، نزول قوي في جميع الأسواق العربية بخلاف سوق الكويت الذي وصل اتجاه الصاعد حسب ما تم الإشارة في التحليل. ده بالنسبة للمتوقع لليوم الغد، وبالنسبة لسوق أبو ظبي نشاهد أنه كسيناريو عام ما زال محافظ على اتجاه الصاعد في إطار موجة ثالثة من الموجة الدافعة التي يظهر تحليلها على بيانات نصف ساعة. أنا قد انتهت من موجة أولى، ويتجه السعر إلى مواصلة النزول حتى 561.8 الذي يعادل 2530 تقريبا، وهي نفس منطقة الدعم المبينة على شارت الديلي. إذا خلاصة الحركة هي مواصلة النزول حتى 2530، ومن ثم الصعود من جديد إلى هدف أول عند 2700 كما تم الإشارة من أن قبل. بالنسبة لسوق دبي كذلك نفس وضع سوق أبو ظبي، حيث تم الانتهاء من الموجة الأولى من الموجة الثالثة الدافعة كما يظهر التحليل على بيانات نصف ساعة التي صححت حتى 561.8، ويتوقع الآن الصعود من جديد حتى 1760 كهدف أول، وذلك في إطار الموجة الثالثة من الموجة الثالثة الدافعة، وذلك في إن اتجاه الصاعد ما زال سريع المفعول. بالنسبة لسوق الدوحة تم الانتهاء كذلك كسيناريو عام، ما زال اتجاه الصاعد سريع المفعول، لكن قبل مواصلة هذا الصعود يتوقع له نزول طفيف حتى 5250، ومن ثم الصعود من جديد. بالنسبة لتعليل هذا النزول فهو في إطار موجة رابعة من موجة دافعة، ومن ثم سيتجه إلى الصعود في الموجة الخامسة مع هدف عند 5600، ذلك في اتجاه الصاعد ما زال ساري المفعول لحد الآن. بالنسبة لسوق الكويت لا يوجد به أي تغيير، وما زال محافظ على نفس الاتجاه الصاعد في إطار موجة خامسة من موجة دافعة مع منطقة الهدف كما تم تحديدها من قبل عند 7650، ذلك في إطار موجة خامسة من الموجة الدافعة. أما بالنسبة للسوق السعودي وبعد فترة غياب طويلة عدنا من جديد لتحليله، حيث يتمركز كما تم الإشارة في بالأمس في آخر تحليل أنه يتمركز في إطار موجة دافعة صاعدة. أهدافه تعتبر عالية ما فوق 6000، لكن في الوقت الحالي يتوقع على المزيد من النزول حتى منطقة 4650 التي تعادل 561.8، ومن ثم الصعود من جديد، لكن هذا النزول يتوقع أن يكون متذبذب وليس نزول قوي بسبب أن النزول الحالي يعتبر موجة تصحيحية من الموجة الدافعة. أن خلاصة وهو نزول حتى 4650 ومن ثم الصعود من جديد. إذا يعني خلاصة جميع الأسواق أن سوق دبي قد انتهى من الموجة التصحيحية ويتوقع له صعود من بداية من تداولات اليوم الغد. سوق أبو ظبي وسوق الدوحة وسوق السعودي ما زال يتوقع لهما النزول، لكن نزول تصحيحي وليس نزول كاتجاه عام. والسوق الكويت ما زال محافظ على اتجاهه الصاعد في إطار الموجة الخامسة من الموجة الدافعة. هكذا نكون قد انتهينا من تحليل يوم الثلاثاء، وإلى اللقاء في التحليل القادم. كان معكم محسن الفقيه، شركة خبراء المال للتدريب.